السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في قناة التنقيب عن المياه الجوفية وتحديد أماكن حفر الآبار بالمغرب. اليوم الحمد لله كنتواجد في الإقليم ديال تارودان في الجامعة ديالي داك كويلال في الطوار ديال تاكرسافت. لأول مرة كنطلع الحمد لله لهاد المنطقة هادي باش نكشف اليوم عن المياه الجوفية لهاد الطوار هذا. كنتمنى والله عز وجل ييسر لينا وييسر لهاد الناس وييسر لجميع المنقبين في المغرب. اللي كنشكروا السي حسن والسي بوجمعه والناس ديال هاد الساكنه اللي داروا فينا الثقه وعيطوا لنا من الاقليم ديال تارودانت باش نجيو نقلبوا لهم هاد الطوار هذا. وكنتمنى من الله عز وجل اللي يسر لنا ويسر لهاد الناس. درنا الدراسه الحمد لله في هاد البلاصه هادي لقينا واحد الوادي اللي هو جوفي الحمد لله، وفي العرض ديالو شي 10 ديال الامتار اللي عبرنا من الاتجاه ديال الشرق الجنوب من الاتجاه ديال الشرق الاتجاه ديال الغرب. كنتمنى والله عز وجل ييسر لينا ويسر لهاد الناس. هاد الناس هادو راه الحمد لله كيجمعوا مضحين بيناتهم كيجمعوا المساعدات باش يجمعوا باش يحفروا هاد البير هذا. الله يجازيكم بخير اللي شاف هاد الفيديو في داخل المغرب وخارج المغرب وبغى يساعد هاد الناس هادو يجي عندهم الطوار ديال داك رسافت. والله يتصل بهم، راه غادي نحطوا الرقم ديال شي واحد فيهم في الصفحه، واللي بغى يساعدهم الله يجازيكم بخير يتصل بهم ولا يجي عندهم يشوف المعاناه ديالهم، لان راه عندهم نقص في المياه ديال الشرب. انت كتشوف صور لهم الطوار كيف دايره، الطوار لا اله الا الله محمد رسول الله، راه كل شيء بس لان خاص الله يرحمنا، الله يجيب لنا شي رحمه والله يجيب لنا شي سقيامه، والله يجيب لي هاد الناس هادو الله ييسر لهم شي محسن اللي يتكلف لهم هاد الخير هذا بالبير وبالسلطه وبالطاقه وبالشارج. الله يجازيكم بخير، حنا راه كنبغوا نديروا الخير ولكن ما عندناش باش نديروا الخير، كنديروا الخير بهذه الطريقه هذه. الله يجازيكم بخير اللي شاف هاد الدوار هذا، اللي كيسمع بهاد الدوار ديال تاكرساف داخل المغرب وخارج المغرب يجي يتعاون مع هاد الناس. راه ما بغاو الا شربة ماء، اشنو بغيتوا الناس؟ ما نشربوا الله يرحم الوالدين. بغاو هاد الناس غير ما يشربوا، بغاو غير السقيا ديال الماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير السقاء خير الصدقة سقيا الماء، خير الصدقات هي سقيا الماء. الناس راه باغية من بني اسرائيل عتقات كلب بالخف ديالها، وما ادراك الا عتقتي واحد المجموعه ديال الناس اللي فيها الشيوخ وفيها الرضاع وفيها الناس الكبار وفيها الناس الصغار وفيها الموحدين كيوحدوا الله سبحانه وتعالى ويصليوا. راه شي حاجه اللي هي عظيمه للقلوب الرحيمه للمحسنين. الله يجازيكم بخير، هاد الناس راه بغاو المساعده في المياه ديال الشرب. ونتمنى الله عز وجل ييسر لنا، ونتمنوا الناس يعطيو شي كلمه يهضروا ويشوفوا المعاناه ديالكم، ورا الله سبحانه وتعالى غادي يستر في هذا الخير هذا ان شاء الله. اللهم امين. شي واحد يقدم شي كلمه اسيدي. الله يجزيكم بخير الله يرحم الوالدين. حنا كنتمناو مع الله تبارك وتعالى اللي عتقنا، راه عتقنا هنا والله غل، راه كندوزو الصيف كله كندوزو عام كله كندوزو في تمره ديال الماء، كنقلبوا على الماء ديال الشرب، ما كنقلبوا باش نسقيو ولا باش نديروا حتى حاجه، باش نسقيو باش نشربوا. الله يرحم ليكم الوالدين، الله يدفع العمل، اللي عطانا شي حاجه الله يعاونو الله يصلحو، اللي عطانا اللي عاوننا بقليل ولا كثير واخا كلمه طيبه الله يرحم ليه الوالدين. الله يجزيكم بخير، يرحم ربي الوالدين، او يكون خير لكم ولساكنتكم ان شاء الله. المحسنين فلاس خلف ربي، او السير تاجر سافت يجد زان يجي وقع كل شيء منيان ما يقولن ولا ما يدرسن، هاد فلاس خلف ربي اي خلف ربي في المحسنين يبرانين ولا يقويلن ولا يتمازجت ولا كلن افلاس اللي خلف ربي اقبل ربي الصدقه نسن اهل ربي الوالدين نسن اهل صلح ربي تروا نسن هاتني عاون ربي هات فلاس اللي جمل ربي هاتني قيل ربي تروا نسن يا ربي سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما شفتوا الساكنه راه هضرات على المعاناه ديالها، راه كتهضر بغات هي الماء ما تشرب. الله يجازيكم بخير اصحاب القنوات اللي كيديروا هذا الخير هذا، يدعموا هاد الناس هادو الله يجازيكم بخير. بحال الزروالي فيسبوك وفيسبوك يحور كاع دوك اليوتيوبرز المشهورين في هادشي ديال الاعمال ديال الخيريه، جيو الله يجازيكم الجهه ديال سوسرا كتعاني من المشكل.
هذا الواد ديال الصعب لو سعيد فالجماعه ديالي داب كيلال راه عندهم نقص في الفرشاه هنايا. الله يرحم لكم الوالدين، جيو جيبوا شي دوره هنا وشوفوا تشوفوا الاشجار وتشوفوا الناس وتشوفوا المعاناه ديالهم، راه عندهم نقص في المياه. كنتمنى الله الزوجة اللي شاف هذا الفيديو داخل المغرب وخارج المغرب يبارطاجيه. الا قال الانسان ما قدي يساهم بشي حاجه يساهم غير بالبارطاج، لعل الله عسى يشوفوا يشوفنا شي محسن بغى يدير شي صدقه على با ولا على الوالدين ديالو ولا على شي واحد توفى ليه، يجي لهاد الناس هادو. راه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الصدقه سقيا الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. الله يجازيكم بخير المحسنين اصحاب القلوب الرحيمه، يجيو لعند هاد الناس يشوفوا هاد المعاناه ديالهم راه خاصهم الماء ما يشربوه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته في فيديو جديد ان شاء الله.